dans un contexte mondial où l'agriculture fait de plus en plus face à plusieurs défis, notamment celui d'assurer un développement durable face au changement climatique, à la diminution des ressources hydriques et à la lutte contre la pauvreté et l'exode rural. Et donc le défi de la souveraineté alimentaire se place au cœur des stratégies agricoles dont l'un des objectifs est de pouvoir satisfaire les besoins alimentaires de la population dans un système de sécurité alimentaire global. اليوم قدمنا واحد المحاضرة في إطار المحاضرات اللي كدار في هاد النسخة 15 ديال المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، وهاد المحاضرة كانت حول مواكبة الفلاحين الصغار في التغذية المستدامة اللي هو الموضوع الأساسي ديال هاد النسخة. المحاضرة ديالنا كانت حول محورين أساسيين، المحور الأول اللي كيهم الشراكات المنتجة، هاد الشراكات المنتجة اللي البارح قمنا بإمضاء ربعة ديال اتفاقيات شراكة مع مشترين باش نساعدوا ونواكبوا الفلاحين الصغار للولوج الأسواق. وكذلك كانت واحد الفرصة باش قدمنا الفلاحة التضامنية، الفلاحة التضامنية في حلتها الجديدة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، يعني قدمنا المنهجية الجديدة ديال هذه الفلاحة التضامنية ودورها في مواكبة الفلاحين الصغار في ديفلوبمون دورابل ديال الفلاحة ديالنا. هاد النوعين من المشاريع اللي كتشرف عليهم وكالة النمية الفلاحية بمواكبة جميع يعني الإدارات المديريات الجهوية وكذلك المركزية اللي انطلقوا منذ مخطط المغرب الأخضر، كان نواكبهم باش يكونوا يعني رافعة مهمة بالنسبة للتغذية المستدامة، لأنهم كيعاونوا في الفلاحين الصغار باش يساهموا في الفلاحة يعني الدورابل ديالنا، وباش يساهموا كذلك في يعني تسليم منتوجات ذات جودة عالية للأسواق ديالنا اللي في هذه الفترة اللي كنحاولوا أن يكون واحد ما يكون نقص في ضياع ديال المنتوجات كذلك. وهاد الأنواع ديال المشاريع اللي كتقوم وكالة النمية الفلاحية بالمواكبة ديالهم كيساهموا بصفة كبيرة في هذه الاستدامة الغذائية. الشراكات المنتجة هذا واحد النموذج جديد اللي قدمناه في البارح وقدمناه كذلك اليوم وعطينا تفاصيل اكثر، وكانوا شهادات اليوم ديال التعاونيتين اللي قدموا يعني شنو جاب لهم لا مخطط المغرب الاخضر لا في اطار استراتيجيه الجيل الاخضر، يعني مشاريع لاغريكولتور سوليدير وكذلك مشاريع الشراكات المنتجه اللي حنا في الطور البدايه ديالها، وان شاء الله غادي يكون واحد العدد ديال الشراكات مع مشترين، وحضروا معنا كذلك مشترين، وحضروا معنا كذلك المدير الاقليمي ديال ازيلا اللي قدمته بالشهاده ديالو ديال المشاريع التضامنيه، والمدير الاقليمي للفلاحه كذلك بمكناس. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.